كلش حلوة. Hello guys, welcome back to my channel. والجديدة هنا أنا. Hello, welcome to my channel. لا تنسون تسوون سبسكرايب, لا تنسون تسوون thumbs up, وخلينا نبلش بالفيديو لليوم لأن عندي وياكم هدوم أجربها مثل ما تشوفون بالعنوان. الهدوم كليتها راح تكون من موقع اسمه موتيف. موتيف منزلين قطع جديدة لفصل الخريف والشتاء, فاخترت من عندهم قطع وراح أجربها هسه وياكم. القطع خيالية سيريسلي, راح تشوفوها سوياية, راح تشوفون انتو الكواليتي مالتها وانتو تقدرون تحكمون عليها. بس اني رأيي مصدومة بالقطع لان اني مجربة موتيف قبل بس ما مجربتهم بالصوف, ما مجربتهم بالهدوم الشتوية سيريسلي وشايفة الكواليتي مالتهم. بس اليوم راح اجرب وياكم القطع اللي عندي, وهاي اول قطعة اني لابستها. وكل القطع اللي راح اجربها وياكم اليوم راح اترك لكم اللينكس مالتها بالديسكربشن بوكس, راح اترك لكم موقع موتيف هم بالديسكربشن بوكس. راح تشوفون الهدوم الشتويه مالتهم, راح تشوفون الكواليتي, راح تشوفون الترهيم مالتي. طبعا ما طالبه اني كلش هوايه قطع, طالبه من عندهم تقريبا 6 أو 7 قطع لان هاي اول مره اطلب من عندهم قطع شتويه. فبصراحه عاجبني اشوف الكواليتي مالتهم, وثانك يو الموتيف لانه هذا الفيديو سبونسرشيب وياهم. بس راح يكون رايي بكل صراحه وياكم, وانتم اصلا تقدرون تشوفون الفيديو ما يكذب, تقدرون تشوفون الكواليتي مال الاشياء. بس اتمنى تقدرون تلزمون الكواليتي مال الاشياء لانه اني بصراحه ما توقعتهم هيجي يكونون بالكواليتي اللي صدق حلوه. يعني من تلزمون القطعه الكواليتي مالتها السوفت اند ثيك, حتى الصوف مالتهم مو من النوع اللي يخليكم تكونون اتشي وكلش كلش صوفي, عرفتي, ويعني يشخط بالجسم. لا, صوف من هذا الناعم. خلي اشوف لكم القطعه اللي لابستها, بما انه هاي اول قطعه البسهم من موتيف. هي هاي اول قطعه, هذا التوب مالتها مثل ما تشوفون. بس شوفوا الديتيلز مال هاي, اي لاف ات. خلي اشوف لكم القطعه كامله. هذا هو شكل القطعه كاملة, تشوفون تجي وياها هذا البنطلون. بصراحة بعدني لابسة بس السوكس, يمكن ألبس وياها هذا الحذاء. هي هاي القطعة. بصراحة كل شيء حبيت بالقطعة ما عدا إنه أحس هذولي كلش هواية طويلات, يعني ما لهم داعي, يعني أريدهم يكونون نص الحجم, فلذلك يمكن أضطر أحطهم جوه حتى ما يبينون. وبنفس الوقت احس البنطلون المسافه من هنا لهنا كلش طويله, فاضطر انه اصعد البنطلون كلش عالي يعني لهنا. واني بصراحه ما ارتاح بالبناطير اللي تكون كلش عاليه, بس ميبي اقدر البسه بهالطريقه, عرفتوا, انه بهالطريقه ما يبين اي شيء, ما يبين ايش قد صاعد البنطلون, ما يبين الخطوط اللي بيه. من البسه بهالطريقه ما راح يبين اي شيء, عرفتوا. كتبوا لي انتم شنو رايكم. صراحه احب هيك قطع لانه مريحه, وخاصه اذا تكون قطعتين انه ما يحتاج ترحمون, ما يحتاج تفكرون شنو تلبسون ويا القطعه, واكيد تقدرون تلبسوهم بواحدهم والا تلبسوهم سوا. بس انا كلش حابه الكواليتي لان القطع كلش مريحة, والكواليتي مالتهم من هاي الكلش حلوة. أتمنى تقدرون تحسون بالملمس مال القطع لأن صدق حلوة. So, هي هاي أول قطعة. التوب بالنسبة إلي الفوق أحسه 10 من 10, بس البنطلون I would give it 7 من 10 لأنه أكو كوما أشياء بالقصة مال البنطلون ما حبيتها. وأني بالبناطير كلش صعب يعجبني البنطلون 10 من 10, يعني مو فد شي سهل لانه اني طويله, ولانه اكو كوم مشاكل بالبناطير دائما اركز عليها, فاريد البنطلون ما تكون بهاي المشاكل. خلي اجرب وياكم القطعه الثانيه. القطعه الثانيه كتبوا لي شنو رايكم باللون, لان اول شيء انا كل شويه احب الالوان بكل الخريف الصيف الشتاء الربيع, كل المواسم احب البس الوان. هي طبعا ما راح تكون بوحدها لان هي قطعه شتويه, بس تجي قطعتين. هذا التوب مالتها, صراحة كلش هواية حبيته, وحبيت الطول مالته لأن مو كلش كروبت ومو كلش طويل, وأقدر ألبسها بوحدها أو هاي الماتشنج سيت مالتها.
كارديجان تخبل، يعني الصوف كلش ناعم واني ما احب الصوف، لان الصوف دائما يتشكشكني، دائما ما ارتاح بالصوف، ويعني مو مريح بصراحه. And this is together، هي هاي القطعه سوا. كل شوي حبيت هاي القطعه، اللي اعرف كل زين راح استفاد من عندها، اقدر البسها بعده ستايلز مختلفه، اقدر البسهم اثنيناتهم سوا، اقدر البس كل وحده سوا ويا غير شيء. And I'm obsessed بصراحه، كل شوي حبيت هاي القطعه وراح اقيمها 10 من 10، ولو عندهم كوما الوان اشتري كل الالوان، لان هيج قطع تفيدني سيريسلي. احنا عندنا الصبح تكون بارده، الظهر تكون حاره، اقدر انزع الكارديجان الله، وتجيني شويه هواء اذا يكون الظهر كلش حار وارجع البسها من تصير الدنيا بالليل، ومرات تكون بارده طول الوقت. سو هذا اللي يصير. كل شوي حبيت هاي القطعه بصراحه، وما عندي اي شيء سلبي اقدر اقوله عليها، ومثل ما تشوفون ماكو اي شيء ما مناسبني اني شخصيا. كتبوا لي شنو رايكم ورا ما البس القطع كليتها، كتبوا لي يور favorites. ما راح تتيهون، ما راح تكون 20,000 قطعه، راح تكون قطع معدوده، فصدق اريد رايكم، لان اني عندي قطعتين مفضله، بنهايه الفيديو راح تعرفون اي وحده، بس عندي قطعتين كلش هوايه حبيتهم من كل القطع اللي سويت لهم اوردر. بس يا جايز ذس از ات. احتريت داخل البيت كلش هواية حارة، وكل شي دا ألبسه صوف، من فوق لي جوا صوف. رح ألبس لكم هسه هاي القطعة. I love this. واو 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 واو. Seriously مودي شوية تعدل. أول شي لأن أخذت بريك من شي لابسة القطعة الزرقاء، استوعبت إنه كنت ما اخذ امتحان وما سويت زين بي، فلازم اضطر ارجع اخذه بصراحه. يعني ما حسيته انه كلش غريب، بس من تلبسوه كلش حلو على اللبس، احلى من انه القطعه بوحدها سيريسلي. على اللبس بهوايه احلى مما توقعت. حابه كل شيء بيه، ماكو اي غلط بهذا السويتر، حتى الطول مالته كلش هوايه حبيته، لانه بيه هاي الالاستيك باند من جوا، فتقدرون تتحكمون انتو بالستايل مالته، تقدرون تلبسوه هيجي، تقدرون تحطوه بالنص هيجي حسب البنطلون اللي انتو تلبسوه، طبعا تقدرون تحطون حزام حتى تغيرون بالستايلينج مالته. واكيد اني ما راح البسه ويا هذا البنطلون، بس راح تشوفوني اكيد مسويت له ستايلينج على مالتي الانستغرام، فتقدرون تتابعون مالتي الانستغرام حتى تشوفون هاي القطع اني شلون راح اسوي لها ستايلينج. اني طبعي ما احب البس انه من فوق لي جوا براند وحده، مرات تصادف انه البس براند وحده، بس اكثر المرات انه تكون اكثر من براندز دا البسهم. بس اني بهذا الفيديو دا اجرب وياكم بس القطع من موتيف، حتى تعرفون الكواليتي مال الصوف مالتهم، خاصه هسه احنا بموسم شتاء، الكواليتي مال الصوف صدق حلوه، وحتى تاخذون فكره عن القطع وشنو الستايل مالتهم. كلش حبيت اني الستايل هذا، احسه بسيط مرتب انيق، بنفس الوقت الكواليتي تخبل، وحتى اسعارهم احسها انه مناسبه بالنسبه بصراحه لهيج كواليتي. I love it. بعد شنو عندي؟ ترى I love it. طبعا قطعة كلش ثقيلة باعوا، تشوفون ايش قد طبعا باعوا، شلون تقدرون؟ اتمنى اقدر احط لكم هاي واقول لكم هاكم الزموها، شوفوا ايش قد ثقيلة، صوف كلش ثقيل. وطبعا بهيج قطع لازم تصفطوهم وتحطوهم، ما تقدرون تعلقوهم بهانجرز وتحطوهم، لانه الصوف يتلف يتجرجر ويتلف، فلازم تتصفط. I like it a lot. واو هذا تنفتح هيجي تصير، خلي البسها. واو I love this. دا اتخيل الستايلينج مالتها شلون يطلع، بس شفتوا انتم الطول مالتها، ما راح البسها انا هيجي، ولا راح البسها ويا هذا البنطلون، واذا اريد احطها ويا هذا البنطلون، يعني اذا قررت اقتنع بالقصه مالته واحطها ويا هذا البنطلون، ممكن احطها هيجي او احطها هيجي. بس انا هاي بالنص مال البنطلون هم مو كلش هوايه حبيتها، فعلى اكثر احطها هيجي، وممكن هيجي
اوه اي لايك اورمتكن، هي تنفتح اكثر، يعني هم حاطين لكم مجال انه تلبسوها بهالطريقه. اي لايك ات. هاي اذا تكون الدنيا حاره بس لازم البس صوف، لان يعني بعدين ممكن تبرد، اقدر اجرها، اقدر اسوي هيجي ونقول انه احنا تدفينا. جايز كلش هواي حبيتها الصوف مالتهم، ما راح ارجع اقول لكم لانه الكواليتي مالتهم صدق زينه، واني ضجت انه دا ارجع اقول لكم او ماي جاد الكواليتي مالتهم كلش زينه، بس صدق الكواليتي مال الصوف كلش هواي حابتها. فهذا هو الشيء اللي اريد اقول لكم اياه، هذه القطعه كلش هواي حبيتها. وطبعا تقدرون تلبسوها بهاي الطريقه هم، تسدون كل السحاب. ما ادري اذا راح اقدر لو لا، بس دا اتخيل انه ليبي اتخيل. الدنيا باردة، يعني ماكو، ما تريدون تطلعون ولا انش من جسمكم. صراحة حبيتها هيك هم كلش كيوت، وصدق عبالي قطعة شتوية وخاصة ويا اللون ويا القصة، اتس لايك اوي اتس سو كيوت. مستحيل كمية الستايلز اللي تقدرون تسووها بهذا السويتر، اتس سو كيوت هيجي. كلش حلوه، كلش حاره داخل البيت. بعد عندنا قطعه وحده، وام سو اكسايتد انه اسوي لها ستايلينج، لان ابد ما عندي هيك شيء بهاي الماتيريال بهذا الستايل، ابد ما عندي. خلي اجيب لكم اياها لان الصدق راح تحبوها، واتوقع انه كلش حلو واحد يكون عنده هيك شيء بالشتاء. شوفوا القماش مالتها، التكستشر صوف، صوف ناعم. I'm obsessed. خلي اشوف اذا تصير حلوه ويا سويترز، كوز ممكن مرات تكون الدنيا كلش بارده يعني يحتاج سويتر داخلها، بس انا ما كنت خاله هيجي ببالي، ما كنت اريد البسها ويا سويتر. خلينا نكون واقعيين، نو او هيل نو. رجعت لبست هذا لان ممكن البسها ويا فتشي هيجي. لابد البنطلون لان ابد ابد ما حلوه ويا البنطلون، وصدق اريد اشوف لكم اياها. فدا البس فتشي كلش بيسك اللي هو ليجنز، حتى تشوفون القصه مالتها لان كلش حلوه، بس يعني ويا السويتر نو. Y'all gonna like this. لبست لكم ليجنز حتى صدق تشوفون الرسمة والقصة مال البليزر، لأن أنا كلش هواية حابتها. ما عندي أي شيء سلبي أقول عليها، ثخينة كلش زينة، تدفي، تقدرون تلبسوها كجاكيت. الماتيريال مالتها أصلاً أنا يعني سويت زوم إن على الويب سايت حتى أختار الماتيريال هاي، لأن كلش هواية حبيت هيجي ماتيريال، وأبد ما عندي بليزرز بهاي الماتيريال، وأحس كلش حلوة بالشتاء، وأقدر ألبسها رسمية، أقدر ألبسها مو رسمية، وخاصة إنه الدفي، يعني أقدر أحطها ويا كوما لبسات، وهيجي لون تقدرون تحطون كوما اكسسوارز وياه، تقدرون تلبسون وياه كوما ألوان بحيث تتغيرون باللبسة، وتقدرون تستخدمون البليزر عدة مرات. خلي اشوف لكم المرايه اللي غيرتها عن الفيديو اللي سويت بيه مالتي الغرفه، حطيت هاي المرايه صارت بهوايه احلى بالغرفه. فيديو من ايام اشوفكم بالغرفه كليتها ويا هاي المرايه، بس بهوايه صارت احلى واحتريت، فلذلك نزعت البليزر. وباي ذا واي جايز، قياسي كله سمول، كل القطع اللي طلبتهم وشفتوهم علي كلهم قياسهم سمول. القطعه المفضله عندي هذا اوف كورس تجي ست، كلش هوايه حبيتها. والقطعه الثانيه ما ادري اذا حسبته لو لا، هاي ديفينتلي ذا وينر، كلش حبيت شلون تقدرون تلبسوها بعده طرق. وذاتس ات جايز، اذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا وياي لا تنسون تسوون سبسكرايب. طبعا دائما اقول لكم هاي الاشياء بدايه الفيديو بنهايه الفيديو، لان دائما تنسون. اعرف كل زين هسه اكو واحد من عندكم او اثنين او 20 واحد او كوما من عندكم ما مسوين سبسكرايب، لان يبين عندي يعني اني بالشانل مالتي يقولوا لي اكثر العالم اللي تتفرجت ما مسوي لي سبسكرايب، فاني يعني سووا لي سبسكرايب. لا تنسون تسوون ثامز اب، واني احبكم كلش هوايه، واشوفكم على المره الجايه. اكتبوا لي بالكومنتس شنو نوعيه الفلوج اللي تريدون تشوفوه، لانه مسويت لكم فلوج قريبا جدا. I love you guys so much، احبكم كل شوايه، واشوفكم على المره الجايه. باي.